ناخذ بعض الامثله الاضافيه على طريقه السبرابل ايكويشن اللي هي طريقه فصل المتغيرات. انا انطيت هواي الامثله، كثير من الامثله تقريبا هي نفس الافكار، لكن الاختلافات تكون بطريقه التكاملات مع الصف الاول، مجرد بس حتى اذكرك بها. فخلنا ناخذ لكم على التعيين مثل هذا المثال: دي واي الى دي اكس تساوي اي تو ذا اكس ناقصا واي. هذه شلون نفصلها؟ احنا عندنا فكره انه او قانون انه عند الضرب تجمع الاسس، فافصلهم يصير اي تو ذا اكس في اي تو ذا ماينس واي. الماينس الباور ينزل لي جوا حتى يصير موجب، بعدين وسطين بطرفين. هذه كل واحده من تكامل هي تبقى نفسها، يعني تكامل اللي نفسها، الا اذا عندي فت نقص بالمشتقه. ما عندي نقص بالمشتقه حتى اضرب واقسم عليه. هذا يصير زائد ان سي، بعدين اخذ لين للطرفين فيصير واي تساوي لين اي تو ذا اكس زائد ان سي. ناخذ مثال اخر. هذه اول شغله انه افصل الدي واي والدي اكس، فشلون افصلها؟ اضرب وسطين بطرفين فتصير دي واي في اكس فيصير اكس دي واي، وهذا الواي تنضرب في واي لين اكس دي اكس. اوكي، فعندي الواي صاير واي الاكس، فلازم اتخلص منه. شلون اتخلص منه؟ اضرب في واحد على واي حتى الواي منه ينحذف. وين يصير؟ يصير بهذه الجهه. وهنا عندي الاكس، شلون اتخلص من يمها؟ اضرب في واحد على اكس حتى تجي تروح منه. وين تجي؟ نعم، هذا انا موضحها. دي واي اوفر واي هذا لين، مثل ما شرحته من ساعه، لين واي. هذا شنو؟ هذه اللين الاولى اللي بالبسط اعتبرها هي الداله، انا موضح لك اياها هنا. يعني كانما هذه كلها داخل قوس وباور مالتها واحد. احنا اذا لقينا قوس نحقق مشتقة داخل القوس، يعني هي نفس الحكي هنا بس للتوضيح موضح لك اياه. مشتقة اللين شنو هو؟ واحد على اكس، يعني مشتقة داخل القوس واحد على اكس اللي هي هاي موجودة. اذا شلون شو اسوي بالخطوة اللي بعدها؟ اضيف واحد للاس واقسم على الاس الجديد. فضفنا واحد للاس ونقسم على الاس الجديد. هنا نفس الشيء، اذا تريد تضيف الباور فوق القوس او تضيفه فوق اللين، بس دير بالك مو تضيفه فوق الزاوية، يختلف الوضع. مثل ما انا موضح لكم اياه هنا. زائد ان سي. هذا شوف هم امثله بسيطه، مجرد ان ذكرك القانون مال الكوش يصير سنش التكامل مالته، تكامل بسيط ما بيشي هذا. كلها هي الفكره الاساسيه انه افصل متغيرات الاكس واحد ومتغيرات الواي واحد، واحده تصير ويا دي اكس واحده ويا دي واي. كلها نفس الافكار ويعني مكرره ومعاده. الفكره من يوم بس قلت لك انه اذكرك بالقوانين السابقه، ويفضل ان تعيدها بصوره سريعه القوانين السابقه مع الصف الاول حتى تكون على اطلاع بها. خلنا ناخذ هذا المثال. هنا عندك x تربيع y dy على dx يساوي 1 زائد x كوسيكا y. اوكي، اول خطوه انه اضرب وسطين بطرفين، فهذا dx تنضرب بهذا الجهه، فيصير عندي x تربيع y dy تساوي 1 زائد x كوسيكا y dx. هسه من فصلتهم، اوكي الخطوه الاولى تمام. الخطوه اللي بعدها انه اخلي متغيرات الاكس ويا الدي اكس ومتغيرات الواي مع الدي واي. اجي هنا أنا. هذا شنو عندي؟ دي واي، هذا واي. اوكي، هذا اكس تربيع المفروض مو هنا. شلون اتخلص من عنده؟ اضرب في واحد على اكس تربيع حتى يروح منه. وين يصير؟ يصير ويا الدي اكس. زين، اجي هنا أنا. عندي كوسيكا واي مكانها مو صحيح، لازم وين تجي؟ تجي ويا الدي واي. فشلون اتخلص منها؟ اضرب في واحد على كوسيكا واي، هذا واحد على كوسيكا واي، صارت عندي بهاي الصيغه. الواحد الكوسيكا هو شنو؟ الكوسيكا هو واحد على ساين، فيصير واحد على واحد على ساين، فتنقلب وين تصير؟ ساين، فيصير واي ساين واي، بدل ما واي على كوسيكا واي يصير واي ساين واي. هذه اجزه، يعني هذا البسط اجزه، واحد على اكس تربيع زائد اكس على اكس تربيع. هذه هنا راح تصير عندي بهذه الصيغه، طبعا الاكس على اكس تربيع يصير واحد على اكس. واي ساين واي هي طريقة طرق التكامل مال الصف الأول اللي هي باي بارت. هنا أنت مخير، تريد تفرض هذا يو وهذا دي في، تريد تحلهم بالطريقة السريعة، ما عندي مشكلة، تحلها بأي طريقة ماكو إشكال، هذا الحل مالتها. الواحد على اكس تربيع، طبعا هذا الاكس تربيع ترفع لي فوق، فتصير اس سالب 2، نضيف لها واحد، شو تصير؟ اس سالب 1، نقسم على تدري يعني نضيف واحد للباور ونقسم على الباور الجديد. فيصير اس سالب 1 ونقسم على سالب 1، صار هذا السالب.
والاكس هي بالبسط السالب واحد، ننزلها للمقام تصير بس اكس، يعني يصير باورها موجب واحد على اكس تكاملها شنو؟ لين اكس. يعني هنا راح نوصل ان يعني الفكره الاساسيه من طريقه فصل المتغيرات هي كيفيه فصل متغيرات الاكس مع الدي اكس ومتغيرات الواي مع الدي واي. اما الطرق او الخطوات المتبقيه فهي تطبيق للطرق اللي اخذناها بالمرحله الاولى. هذا كل ما يخص طريقه السيبرابل اكويجن اللي هي اول طريقه.